أكيد التطور الكبير اللي حصل ده هو يعني ما وليد اللحظة، كان في تخطيط له وكان في مراحل. تكلمنا عن المراحل. تمام. طبعا زي ما قلت أولا التلفزيون السعودي هنا نحن لما جينا كان في النظام الرقمي اللي هو الديجيتال مباشرة، وتطورت الاستديوهات وخاصة لما جات القناة الإخبارية جو بتطور أكبر اللي هو الهاي ديفينيشن اللي هو الجودة العالية، وكانت يعني مرحلة قمة في التكنولوجيا في ذلك الزمان عام 2004-2005. فيعني تطور ما شاء الله مع الكم الهائل من القنوات اللي افتتحت هنا في المملكة العربية السعودية. تقريبا احنا كنا في الرياض فقط بنتكلم على 26 قناة داخل هنا، طبعا قنوات التلفزيون السعودي والقنوات الأخرى. فكان في تطور مهول جدا جدا مع تطور الأجهزة كان الحديثة اللي هو الـ HD، وبعد ذلك تطوروا إلى الـ 4K اللي هو النظام الحديث برضو. وكان في تطور في كل المجالات، حتى في البرامج وحتى في المباريات الخارجية وفي التصوير الخارجي والداخلي وكل الأجهزة اللي كانوا بيجيبوها. أحدث حاجة كان ويواكبوا التطور ويجيبوا شركات مثلا متخصصة في المجال ويدوا الناس تدريب وكورسات على الأجهزة الجديدة ويشوفوا يعني استيعاب الناس ويكونوا قاعدين معنا في المجال يعني، ويساعدونا كثير في الكورسات والتدريب يعني. فتطور ما شاء الله يعني مهول في خلال يعني العشر سنوات الأخيرة دي. التطور ماشي بسرعة يعني شديدة، والمملكة العربية هنا متابعة التطور ده. وكذلك برضو مشروع التلفزيون السوداني يعني كان قبل فترة ما شاء الله برضو مواكبين التطور وماشي معه بصورة يعني حسيسة، وفي المجال يعني برضو في الأجهزة وفي المجال الإعلامي وتطورات ماشية يعني ما شاء الله.